المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا معانا دلوقتي على التليفون، وبنرحب بحضرتك مهندس مدحت في البداية واهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. لو بنتكلم على يعني 9 جولات مختلفة خلال 7 سنوات ما بين قبرص واليونان ومصر، حقيقة كانت من أهم الملفات المطروحة كانت دائما ملف الطاقة والغاز والبترول. في هذه الجولة تحديدا، هل من جديد في هذا الأمر، أو هل من إضافة يعني تكتسب لمصر بشكل كبير في هذه الزيارة؟ بصي، طبعا مؤخرا نشوف حصل في العالم كله خصوصا في أوروبا مشكلة كبيرة جدا، وهي نقص موارد الطاقة خصوصا الغاز الطبيعي. طبعا معروف أن مصر وقبرص واليونان عندهم نوع من التفاهمات في مجال البحث واستكشاف الغاز الطبيعي. قبرص لديها اكتشافات كبيرة ما زالت غير مستغلة في منطقة الشرق المتوسط. مصر عندها كما نعلم جميعا عندها اكتشافات كبيرة جدا وضخمة جدا تحققت مؤخرا بعد اكتشاف حقل أوزون. الدول الثلاثة طبعا اليونان بتقوم بأعمال بحث واستكشاف في جنوب كريت، يعني هناك نوع من التفاهمات المشتركة بين مصر وقبرص واليونان، خصوصا إذا ما تم اكتشافات ضخمة في الفترة اللاحقة. واضح هنا أن التفاهمات وكانت ناجحة، بداية من نجاح ترسيم الحدود بين مصر وقبرص ومصر واليونان وقبرص واليونان. هذا البعد ادى مصداقية شديدة جدا في طبيعة التفاهمات المشتركة بين الدول الثلاثة. هنا واضح جدا ان في حالة اكتشافات ضخمة جدا، واضح جدا اتجاه الغاز الطبيعي بالربط المشترك تمهيدا للتصدير الى اوروبا عبر الاكتشافات اللي هتتم في الدول الثلاث. هنا دي نقطه مهمه جدا اوروبا والاتحاد الاوروبي مهتم بيها، عشان كده كان منتدى الشرق المتوسط لقينا اهتمام كبير جدا للمنتدى من دول الاتحاد الاوروبي وكمان من امريكا بالذات. فهنا بعد التفاهمات المشتركه بين مصر وقبرص واليونان في مجال الطاقه بالذات له أبعاد كبيرة جدا وله منظور كبير عند الدول العظمى وخصوصا دول أوروبا، لأنها دول أوروبا بتأمل في اكتشافات ضخمة جدا في شرق المتوسط لدعم احتياجاتها من الغاز الطبيعي في المستقبل. طيب احنا عايزين برضو نفهم السادة المشاهدين أكتر مهندس مدحت عن بداية القصة، يعني ليه في خصوصية في هذه العلاقة أو في هذا الجانب، جانب الطاقة ما بين مصر وقبرص واليونان؟ يعني ايه المكاسب اللي بتشوفها اليونان وقبرص في مصر عشان يبقى في تعاون في هذا المكان، والعكس صحيح؟ مصر لديها امكانيات ضخمه، بنيه تحتيه عاليه جدا خصوصا في مجال اساله الغاز الطبيعي والمواني مواني تصدير الغاز المسال. إذا هنا قبرص باكتشافاتها، إذا ما كانت معظم اكتشافات قبرص من الغاز الطبيعي قريبة من المياه الإقليمية المصرية ومياه المياه الإقليمية المصرية، وبالتالي يهم قبرص قوي في المقام الأول أن تجد المسار اللي تستطيع به استغلال هذا الغاز. طبعا هنا ممكن قبرص تتجه إلى مصر لنقل هذا الغاز عبر خطوط أنابيب إلى محطات الإصالة المصرية سواء في دمياط أو في إدكو، واستغلال تلك الإمكانيات والبنية التحتية في إسالة الغاز ثم إعادة تصديره لأوروبا. ده فكر. إذا هنا يهم جدا قبرص إن هي حين يتواجد الغاز الطبيعي بالقرب من الحدود المصرية على ضوء الترسيم الحدودي اللي تم مؤخرا، ان هي تنقله الى دوله لديها امكانيات ضخمه في اساله الغاز الطبيعي. خلي بالك محطات اساله الغاز الطبيعي تكلفتها عاليه جدا جدا، يعني تتعدى المحطه الواحده تعدى تكلفتها 9 مليار دولار. اذا يهمها بدل من الاستثمار في محطات ضخمه عندها خط ربط مع دوله لديها امكانيات كبيره وبينهم تفاهمات سياسيه واقتصاديه وعلاقات وطيده وعلاقات وديه بين الدول الثلاثه. اذا هنا يهم قبرص واليونان التعاون مع مصر نتيجه
إمكانياتها. هنا بقى المكاسب هتبقى مشتركة، مصر هتحصل على مكاسب نتيجة وصول الغاز إليها وإسالته عبر بفئات مالية محددة يتفق عليها. طبعا اليونان وقبرص هيستفيدوا جدا من هذه تلك الامكانيات اللي هي باهظه الثمن في تنشيط حجم صادراتهم من الغاز الطبيعي لاوروبا. المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئه العامه للبترول سابقا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا النقاش والتحليل.